هاي. كشفت دراسة بيئية أجراها فريق دولي أنه 15.5% بس من سواحل العالم بعد عذراء وما طالتها إيد الإنسان. بوقت تتفاوت ظروف السواحل الباقية، والأكثر تأثراً هي سواحل المدن الكبرى. على الأرجح الوضع الحالي لسواحل العالم أسوأ من نتائج الدراسة يلي شملت معطيات بتعود لسنة 2013. بحسب النتائج حوالي 50% من سواحل أغلب دول العالم بحالة كارثية، و 43.3% من المحميات البحرية ما بتقوم بدورها اللازم للحفاظ على البيئة البحرية بسبب التجاوزات البشرية. الوضع بالبلدان العربية منه مختلف عن دول العالم، وأكثر السواحل يلي تعرضت للضغوطات موجودة بالمغرب، ليبيا ومنطقة البحر الأحمر. مين قال إنه كندا، روسيا، تشيلي، أستراليا والولايات المتحدة بيحلوا بالمراتب الخمس الأولى عالمياً بطول السواحل يلي بعدها محافظة على طبيعتها؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.